اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن لا قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، الأبناء والبنات جميعا، ورحمة الله وبركاته. في محضر الأسير، في محضر المعتقلين، في محضر الشهداء، نرجو قراءة الفاتحة لروح الشهيد حسين الصافي ومحمد إبراهيم شهيد الغيرة مع الشهداء الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في المثل عن أهل البيت: لتأمرن بالمعروف، أو هي الآية: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم. كفتين المؤمنون والمؤمنات في هذا المحضر. وفي محضر الأسيرات لبوات أهل البيت، وهن ريحان الموسوي ونفيس العصفور وصديق البصري. الذي لم يحصلن من حقوقهن أي حق أبدا، وبدل ذلك ضاعفوا عليهم العذاب والإهانة في بلد تدعي الحرية، في بلد يدعي نظامها أنه يعطي للمواطن حق. هؤلاء الأخوات لم يفعلن ما يستاهل الإجرام تجريمهن. ما قمنا به هو المطالبة بحقوقهن وحقوق المظلومين من أبنائهن وأبناء الشعب فقط، ليس إلا. لو لاحظنا نحن كآباء، وأنا عن نفسي كأب شهيد أدين لهؤلاء الأخوات، أنهن نطقن بعد 14 وبعد 17 من فبراير حيث قتل الشعب بأمر من النظام، حيث قتل شهداؤنا وقتل ابن لي بأمر من النظام، وقد عفوا عن القاتل، برأوا القاتل، فأبت غيرتهن إلا أن تقول الحق. نحن مدانون لهن. أبت غيرتهن أن تسكتن عما فعله النظام من إجرام. حاولن أن يقولن الحق، أن يقولن الحق. حاولن أن يطالبن بحقوقهن وحقوقنا، فأدخلن سجون العدالة العربية الإسلامية. من يدعي العدالة والإسلامية، بل من يدعي العروبة، هذا هو إجرامهن. قلنا لا لظلم الشعب. من هذا المنطلق وأنا هنا أتضامن وأطالب بحقوق الأسيرات، بحقهن كإنسان،
حيث يدعي النظام أنه يدافع عن حقوق الإنسان، فأين مؤسساتك الإنسانية؟ المؤسسات الإنسانية تدافع عن القتلة وليس عن المظلومين. وبصفتنا مواطنات شريفات لم يقمنا بإيذاء الوطن، بل دافعنا عنه بالأسلوب السلمي، ودافعاً وأتضامن هنا وأدعو للتضامن السلمي في حراكنا معهن. بابا سلمان تعال، فيس سلمان تعال. ها هو أحد أبناء الضحايا، أمه في المعتقل، وقادم علينا شهر كريم. أين حقوق الإنسان؟ إذا كانت الأم قد تكون عليها بعض المؤاخذات، قد تكون، فهل لهذا البريء ذنب؟ أليس له حق مواطن؟ أين جماعة حقوق الإنسان العالمية والمحلية من هذا الإجرام الذي يفعله النظام بحقنا وبحق هؤلاء؟ أليست هي جريمة يعاقب عليها؟ هؤلاء أبناؤنا، ما هو جرمهم؟ أليس من حقهم أن يتمتعوا بالأمومة؟ أليس فيكم رجل رشيد أيها النظام الذي يقبر نفسه بنفسه؟ أليس أنتم ذاهبون إلى الهاوية بهذا التصرف؟ ماذا تريدون بالبلد؟ إذا جمعتم الشتات من باكستان وغيرها ومن حثالات العرب وظلمتم شعوبكم التي سالمتكم ولم تقتلكم، قتلتموها ولم تقتلكم، إن لكم عند الله مقام ولكن ليس محمود، في عذاب أليم سينتقم الله لأبنائنا ولهؤلاء المظلومين. أناشد كل هذا من إجرام النظام في الحقوق الإنسانية. هل الدفاع عن المظلومين إجرام؟ ما قمنا به دفاع عن المظلومين ودفاع عن حقوقهن، طالبنا بحقوقهن ليس إلا، فتعمل لهن الفبركات. على النظام أن يعي لنفسه، هو ذاهب للهاوية بحيث لا يدري. ها هي الأنظمة العربية تسقط الواحدة تلو الأخرى، ولنا في أمس عبرة، فليعتبروا إن كانوا أولو الألباب. أما عن هوة الأخوة في البلد، في هذا الوطن، إذا صودرت حقوقنا فهي ستصادر بالأخرى بالمرحلة الآخرة حقوقكم. إلى الأخوة السنة، لا تفرحوا بما يفعل هنا وهناك، الأنظمة هي التي تفعل، أما أنتم لن تنالوا من خير بلادكم أن ظلمنا احنا أكثر شيء، ستخسرون. حين سكتت الشعوب كمثال في العراق عن قتل السيد الصدر وبعض المراجع وبعض المواطنين، عاش المواطن هناك قرابة 23 عام من الظلم حتى سقط الطاغية، ولكن 23 عام للسكوت، سكوت البعض. وعلينا نحن كمواطنين وعلى النخبة أن لا تدع هؤلاء الحرائر في السجون، عليهم المطالبة بكل ما أوتوا من قوة
وبسلمية، لأن نحن دعاة السلمية ولسنا دعاة إرهاب. من يعمل بالإرهاب هو من يقتلنا، هم الأنظمة التي تقتل هنا وهناك. بالأمس في مصر يقتلون الإنسان لمجرد اعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا قدم صدق عنده، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وأن يفرج عن أسيراتنا. هؤلاء الأمهات التي من حقهن أن يحتضن أبنائهن ويقدمن لهن الحنان الذي حرمهم منه دعاة حق الإنسان في هذا النظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.